هل أنت مستعد للسفر يا بكر؟ إن شاء الله يا أمي. لم يبقى على موعد الحافلة التي ستقلك إلى الواحة إلا قليلة. حالا يا أمي. كن حريصا على النقود التي معك ولا تضيعها. لا تخافي يا أمي. تذكر أن جدك في حاجة ماسة إلى النقود من أجل إصلاح ماكينة رفع المياه حتى لا يهلك الزرع. أعرف يا أمي. لو لم يكن والدك مسافرا لما جعلتك تسافر وحدك. إن شاء الله أكون عند حسن ظنك يا أمي. يحفظك الله يا بني. أتوصينني بشيء يا أمي؟ أوصيك بتقوى الله والصدق في قولك وفعلك مهما كلفك الأمر. أعاهدك على ذلك يا أمي. بارك الله فيك وحفظك يا بني من كل سوء. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أرى حافلة قادمة من بعيد ونحن مستعدون. سنهجم بمجرد أن تتوقف الحافلة. هذا أمر قد تعودنا عليه طويلا. غريب، ماذا حدث؟ أحد الإطارات انفجر. انزلوا حتى أتمكن من رفع السيارة وتركيب الإطار البديل. فليخرج كل منكم ما معه من نقود في صمت، ولا داعي للمقاومة حتى لا نضطر إلى قتلكم. أخرج ما معك من نقود. حاضر حاضر. أنا سائق الحافلة، كل ما معي هو رخصة قيادتي وأوراقي الشخصية. وهذه أيضا أوراق شخصية أم أوراق مالية؟ أعطني ما معك من نقود وإلا. وأنت أيها الغلام، هل معك نقود؟ أوصيك بتقوى الله والصدق في قولك وفعلك مهما كلفك الأمر. تكلم يا ولد، هل معك نقود؟ نعم. كم؟ 2000. كم؟ 2000؟ لا شيء، هل تسخر مني يا ولد؟ سأقتلك. أقسم لك أن معي 2000 ورقة نقدية. أين تخفيها؟ لقد فتشتك ولم أعثر على شيء. أين تخفيها؟ أنت ولد عميد ويجب أن نأخذك إلى زعيمنا، والويل لك، كل الويل إن كنت تكذب علينا. أحضروهم إلى زعيمنا. أسرعوا أسرعوا. إذن أنت تزعم أن معك 2000 ورقة نقدية؟ أنا لا أزعم، بل أقول الصدق. حسناً، إن لم تخرج النقود التي معك قتلتك. عجباً، ما الذي جعلك تعترف ببساطة هكذا أن معك كل هذه النقود رغم أن كل رفاقك أنكروا أن يكون معهم أي نقود؟ الوفاء بالعهد، لقد عاهدت والدي ألا أكذب أبدا. ولو ضاعت نقودك؟ ولو ضاعت حياتي أيضا. يا لها من أخلاق نبيلة، تلك التي تجعلك تفي بعهدك مع علمك أنه سيعرضك للخطر.
طفل صغير يعاهد والديه ألا يكذب ويفي بعهده مضحيا بكل هذه النقود وربما بحياته، وأنا قضيت عمري كله لا أفي لربي بعهد واحد، وكل حياتي لصوصية وسفك دماء وغدر. الله غفار لمن تاب. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أشهد الله وأشهدكم أيها الحاضرون أني قد تبت إلى الله. تقبل الله توبتك وغفر لك ما مضى. أعيد لهم كل نقودهم وأصلح لهم سيارتهم. هكذا تكون بداية التوبة الصحيحة، إعادة المظالم إلى أصحابها. الوفاء بالعهد من صفات النفوس الشريفة والأخلاق الكريمة، يعظم صاحبه في أعين الناس. قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وما معنى الوفاء بعهد الله في هذه الآية؟ الوفاء بالعهد صفة من صفات المؤمنين ذوي الألباب وأصحاب العقول. وعهود الله هنا هي الأوامر والنواهي والفرائض التي أمر الله بها عباده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وبالتأكيد تجنب جميع النواهي التي نهى عنها الله حتى لا يقع الإنسان في المعاصي. نعم، أعرف آية في أول سورة المائدة تتحدث عن الوفاء بالعقود، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهل العقود هنا بمعنى العهود؟ قال بعض المفسرين أن المقصود هو كل ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وتمليك وغيرها من العقود التي أقرتها الشريعة، وكذلك ما عقده المرء على نفسه لله من طاعات كالحج والصيام والنذور وغيرها. وماذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من عدم الوفاء بالعهد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله العظيم. في رعاية الله يا رفاق، صحبتكم السلامة. في رعاية